مرحبا، معك مروة حمزي مدربة تنمية ذاتية. كالعادة باش نقدم لكم سر اخر من اسرار المذاكرة الفعالة، ستادي سمارت نوت هوردا، كيفاش تراجع بذكاء وباقل جهد، بدون جهد، من غير لا تعمل حتى جهد. السر الاخر هو التخطيط، يعني انت مش تراجع لدروسك لازم تعمل تخطيط بلان، كيما احنا باش نبني دار لازم تعمل لها بلان، مش تعمل بلانينج، يعني مش تعمل لازم تعمل بلانينج بتاع المراجعه نتاعك. التخطيط يعاونك باش تتخلى من التسويف. التسويف كيفاه؟ مش نعمل مش نحضر، غدوه مش نحضر، لكن انت تلقى روحك تعدى الوقت وانت ما حضرت شيء وعشت بقيت كان في مش. يعاونك برشا زاده باش تكون مرن، يعني انت مرن كيفاش تولي انت تتعامل مع كل القلق ومع الستريس وكل بمرونة. الحمد لله لا يقول لك كون كل ماء، يعني الماء كيفاش الماء؟ الماء هو تحطه في اي اناء ياخذ الشكل نتاع الاناء اللي تحط فيه. انت تلمي لازم يعني تعرف كيفاش تتعامل مع الضغوطات، يعني لازم تكون مرن. تخطيط يعاونك برشا على باش تكون مرن، قد ما تخطط قد ما انت يعطيك مرونه كيفاش تتعامل مع الصعوبات والضغوطات نتاع الامتحانات. حاجه اخرى ان هي خليك تربح برشا وقت، انت وقت تعمل البلانينج نتاعك راك مش تربح وقت، مش تعيش عكيك على الهمش. التخطيط يعاونك برشا باش تكون تتذكر برشا وتربح الوقت، تنظم وقتك وتربح وقتك وتكون مرن وتتخلص من التسويف. ما تنسوش باش تعمل لايك شير وتحط كومنتات نتاعكم، تعليقات نتاعكم، باش شنية الحاجات اللي تقترحها، وما تنسوش زيادة باش تشتركوا في القناة.